لا لا ما تحلش المال، لا خلي الماء، خلينا نمشيو نعطيو الكوكو عمها. اون فادوني ا كوكو مونجي، اون فادوني ا كوكو مونجي. يلا زيد زيد ها هو اول الصوت. اخلصوا تماما ولا شدوا التانيت. اوه يلعالي الله يلعالي الله. قلت لكم المزه من الفوق من غادي باو مونجي كوكو. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي هو هذاك. قلت لكم واحد اللقطه في الاول ديال الفيديو ديال ارى البحر، وصلت ارى في الليل، صورت لكم شويه. المهم ارى مشى عند الوالده ديالو، ثاني لقنات بوحدي نكذب عليكم، ما كاينش ماما، ما كاينش الله، كاينه غير انا بوحدي. وجاني القناه، جاني القناه والله، جات واحد القناه ما نعرفش فيكم حيت ما كاينينش، ولفتهم هما هما اللي كانوا وياها تناقشنا هذا حوايج جديد ولا نهضروا داك الموضوع. المهم دابا غادي نمشي، يلا فطرنا انا وإليان. بديت الريجيم ديالي هاد يومين تقريبا، مشيت الريجيم مشات عاد اختي، بديت انا الريجيم. بديت دابا فطرنا انا وإليان بلا سوب ديال الشوفان، ياك إليان؟ الشوفان والقرفه والبذور الشيا، الكرين دو الشيا، و شنو اخو وكانيل وميل، ياك؟ ودابا شنو غنمشيو نديرو؟ غنفا خبارا؟ غنفا خبار؟ اون با نو اون با دوني ا مونجي كوكو، ياك؟ مونجي كوكو باقي موسخ حتى العمر حوايج عطيتو كيف تربى بدا عامر بذور الشيا، غادي نلقو فيه الدجاج صح؟ يلا دون لا تيليكوموند، دون دون كوم ساش تدون سير، دون لا تيليكوموند. تيان عندك يطيح هذا السيلو، يلا نمشيو نعطو له هذا. إيوا طومبي، قلت لكم غنمشيو نعطو عامر بذور الشيا، خصني نجي مازال باش نبدل الحوايج. شنو كنجري؟ شنو كيسا مونجي؟ مونجي تا ساليتي ديزافير. يا انا بدوني اكو كوا مونجي ابري نبغي نير بور سو شونجي. يا واش البط ولا الوز؟ والله ما عرفتش كي كيبيض بالضبط، مازال ما عرفتش كي كيبيض فيهم كيبيضوا. غنوريكم فين جا مع البيض، على قداش غنخرج لهم، غنخرج لهم الوليدات جا معاهم البيض. دابا تبارك الله با مال ديال، كنتسنى غير شي وحده تشوفها تكون تكون دبا لي ناعسه باش تحرك باش نحط تحت منها البيض. بلاتي إليان بلاتي، ها انتم ها البيض.
شوفوا نوريكم هذا ما عرفتوش واش تاع هذا ماشي تاع البط اكيد راه كبير تاع تاع البط هذا كان تاع الوز هذا شفتوا جمعه هنايا ما خصوش يدخل الثلاجه على قيتاش على قيتاش الا جات باش الا وصلت كما قلت لكم نقرق ليهم يخرجوا الصغيورين ودابا جمعه هنا مغطي على حساب شي شتا ولا شي حاجه الله اعلم جيب شي حاجه نغطيه ايوا يا لاله يا مولاتي تبارك الله عليا وخلاص كنظن في هذه اللحظه بالضبط انا وإليان تروحنا انا بعد ما لابسه السمجي انا بعد راه كي البرد عندي كي الصيف كي كاع الفصول عندي بحال نفس اللبس اللي لبسه في البرد واللي لبسه في الخريف واللي لبسه في الشتاء لابسه تريك واحد اللي حاليا هذا صراحه كنلبس البينوار في الدار ولكن البينوار كيسخني بزاف بزاف فهمت وليدا حيدتو لبست على هذا قلت راه الدنيا قلت الجرده على برا قلت راه مشمشه بلاش حياه والله ما غنكذب عليكم واش الي لصق فيا الرواح ولا انا اللي خرج ضربني البرد ولا راكم عارفين هذا الجو ديال دابا البرد عام سعد غير كيتسنى هو كيقلب من اللصق والله العظيم كيقلب الرواح كيقلبها فمن يشد بعد ما هزيت الحويجات ديالي اللي كنت رشرت ديجا البارح حتى كل نهار عندي صابون كل نهار عندي جوج ماكينات ثلاثه ديال الصابون كل نهار مع هاد إليان الصغيور قال لي كره معاوني كنعطي القرص كيجمعهم ليا الصغيور ديالي مريض حتى هو فيه الكحاجه والكحه هاد الجو ديال دابا جاتو الكحاجه والرواح مسكينه يردوا البلال وليداتكم البنات راه يقدروا يجيكم راجل مسكين راه مريض ليا دابا هاد الساعه مرض دابا هاد الساعه كنهضر معكم راه مريض فيه الكحه والروح ولكن اخاك مسكين راه واقف وصابر المهم كون دابا كاين الله مسكين تقولي عاوتاني يا ناري يا ناري مشيتي ومرضو كي ندير انا عيبض الله مشى الله جاتني الروح صراحه ما نكذبش مسكين فاش كيكون هو حق الله راه حيت انا هذا الفيديو درت لكم صورته لكم البارح اليوم راه تزاد عليا الحال بزاف في الرواح تعرفوا حق ربي فاش كيكون مسكين كنكون مريضه كنجلس كنمشي نعس بلاصتي يقول لي سيري ما ديري والو مشي ارتاح فوق الناموسيه ديالي ولا نتفرج فشي فيلم يبدل إليان يطيب يجمع الدار ما عندوش مشكل يقول لي سيري ارتاحي سيري ارتاحي معاك الدبر الروح راكم عارفين كيفاش كيدير كيسخسخ بنادم كيدقدق بابا كيدقدقك تعرفوا انا سيختو ما كيجينيش ما كيتبوشاش ليا النيف انا بروح لا كيجيني سيلان ما كنقدرش باقي نحكم في راسي والله ما كنحكمش في الهضره ديالي لا حتى شي حاجه المهم مسكين حبيبي ديالي الله توحشت وخلع عليا الدار خاويه جاني واحد القنط واحد القنط انا مع انا وإليان في الدار البيبر ديال الوقت يد كيقرا جاني واحد القنط في الدار عرفتوا انا من دوك الناس اللي كيكونوا عز عليهم تكون الدار عامره عز عليهم يكونوا الناس هما ما كاينه الا ما كاين يد كيقرا النهار كله كاينه غير انا وإليان في الدار وعدو خاص صراحة مع إليان ما تقنطيش ما كيلقاش باش حتى تقدر تغمض عينيك غير هو كنقنط داكشي اش كان لاهي الوقت ديالي بالشقا وهادي ودير هادي وسال داك تقولي حيت ما تهناي تكايسي على صحتك انا راه انا من دوك الناس البنات اللي كنكون خاصني ندير شي حاجه في حياتي الا ما درت شي حاجه راه كيشدني القنط انا من دوك الناس اللي كيقنطوا دغيا داكشي اش كتشوفوني كل مره كندير حاجه كل مره كنوع بحاجه ما كنبغيش نبقى فواحد الحاجه كيشدني واحد القنط ومن بعد القنط راه كيعرف علاش داك القنط شنو كيتبعو قنط كيتبعو اكتئاب اللهم يا اختي خليني ندير مشروع ونخرج مشروع وندخل المشروع ونخرج المشروع هكا كنلقى راحتي الوقت عندي عامر ما مسالياش وراكم عارفين راه اصعب حاجه اصعب عيشه ولا اصعب حاجه ولا اصعب كاركتر هو هذا الكاركتر تاعي هو الناس اللي كيجيو دغيا القنط كاينين الناس يا اختي ما يديروا والو يضلوا ناعسين ويعز عليهم الدار بيتوتين انا يا من دوك الناس عز عليا الدار ولكن عزيز عليا ندير شي حاجه ما نقدرش نجلس في الدار دائما وما نقدرش نجلس بلا ما ندير والو سينو غيشدني القنط ومن بعد غيشد القنط غيشدني مورا اكتئاب ولن اسالي ويا اختي الناس سعداتهم قولي انتم اش من نوع ديال الناس واش النوع اللي عزيز عليه الدار لا الناس اللي عزيز عليه المشاريع لا الناس اللي عزيز عليه الخدمه ولا الناس اللي عزيز عليه الخروج حيت كل واحد الكاركتر تاعو انا راه كتلقيني دغيا انا من داك النوع اللي انا نعشق قبل لا نعشق الحاجه حتى نديرها نشبع منها ونقنات منها نعاود ندير حاجه اخرى يقول لي راجلي راه باز ليك راه راجلك يقول لي غير من شعري وتعرفوا البلان نقطعو نعاود نخليه طوال نقطعو نعاود نخليه طوال نسبغو نقول ما بقيتش سابغاه نعاود نسبغو نقول ما سابغه يطلع ليا في الراس نود ما فاش كيطلع ليا راسي في راسي كنوض ندير شي حاجه في راسي ما كنعقل حتى نلقى راسي درتها فاش نجي نعقل كنكون فاقده الذاكره كنجي نعقل كنقول يا ويلي اش درتها حياتي كنقول ايه عاوتاني داك عندي انفصام في الشخصيه انا براسي نيت والله المهم مع إليان حتى هو مش حد يقدر تغمض عينيك راه كي مبرزيت ديري ليا هادي ما خلاني نلبس ليه التقاسر ما خلاني نبدل ليه حوايجو
ما خلاني ندير ليه والو غير بزز، حتى البيت ديالي راه ما جمعتو حتى درت الغداء وجمعت الكوزينه، عاد جيت بدلت ليه والو، جمعت البيت ديالي سينا راه كاع ما قستوش مسكين، حيت زعما ما فيهش تروينه، كان فيه غير الفراش اللي مليوح فيه وصافي. راكم هذه هي الحياه، تجمعي اليوم ويترون غدا، وتجمعي اليوم ويترون غدا، ما تفهمي والو، والله ما تفهمي شي حاجه. انا بعد ما فهمت والو في هذه الحياه، جمعي داكشي ديري اليوم ديري غدا، اللي ديري غدا ديريه اليوم، ونفس الشيء تجمعي الماء عند تقولي هاني ساليتهم، غدا يترونوا لك، تجمعي الحوايج تقولي هاني ساليتهم، يترونوا لك عاوتاني. ايوا صافي، والقضيه هي هذيك هي الحياه اليوميه ديالنا اللي لا تسالي ولن تسالي، وغتبقى على كي هكا. هاد الناموسيه مسكينه مع كبيره فيها 2 متر، فيها 2 متر ديال العرض ديال الطول، كنبغي نجمعها حيت كنبغي نفرشها انا. الصراحه ما كنفرشهاش بوحدي، قليل فين كنفرشها بوحدي. قلت دابا كنقول ايه، كون كان الا وراه دغيا عيطت لي جاج نفرشها معايا، حيت صعيب يعني نبقى نتحول من جهه لجهه، من بلاصه لبلاصه، ندوز هنا تنقاد البلاصه نمشي نقاد البلاصه الاخرى عاوتاني. عييت معاها نقول اي وحدي، قالت في هذه اللحظه كنخمم كنقول ايه راه قال لك الا تقاربوا يتصايح يتناطحوا، ولا تباعدوا يتصايحوا، هي ديالي انا والا، كيكونوا يعني تخاصموا، غير يمشي شي بلاصه. مسكين كانت توحشه والله العظيم، كتبقى بلاصته كبيره قداش في الدار. هو قلبي تم، كملت البيت ديالي بالجميع، نجيت نوريكم. راه رديت الغدا ديجا قبل ما نمشي نجمع البيت، هنا درت فيه هذا هذاك لا سنيتو، درت فيه الرز، طاب الرز هنايا شتو شنو هنايا، درت لالا الغطاطوي بالدجاج شتو، ما قدرتش نخلطها معاه، ما بغيتش الرز يعمر ليا بالمرقه، فهمتوا داكشي علاش قلت درتو كثير باش الا شاط نحطو في الثلاجه. هنا درت الغطاطوي بالدجاج شتوها، غطاطوي بالدجاج باش تبان لي مع البخار ما يبان شاي. وهنايا لالا درت البطاطا هكا على عطريه، ودرتها في هذه طابط، ولات كي الزبده تعرفي تقيسيها كي الزبده طايبه شتو، وداش ترمش. المهم انا هذا الشيء راه انا ما غاديش نتغدى، تيجي اياد ثلاثه باش نعطل الغدا ديالي مزيان، باش ما عطلتو مزيان اليا راه غديتو ديجا، باش وقت ما جا النعاس تبان ليا بدا كيدبسل بزاف غنمشي ندي النعس. المهم الغديوه ديالي واجده، كلشي واجد. تعرفوا الروز كيفاش طلع؟ الروز ما بغيتوش نطيبو، انا كان فيا ما يطيبو هنا بلا ما نديرو هنا، ولكن هنا غادي يفزق ليا بالمرقه، وانا بغيتو باش الا شاط نحطو في الثلاجه معاه، هو من الاحسن الا شاط في الثلاجه كيجي زوين شتو، كيجي حبه حبه طايب على مزيناتو. الغدا ديالي راه وجدات صافي، البيت ديالي واجد، دابا غنوض ندوز واحد الشفا على الدار وصافي. انتما اختكم انا نبخر الدار شويه، صاليت الجميع ديالها، خندوزها بواحد الطبخره كيعجبني البخور، خصوصا في البرد البخور كيكون زويون في البرد، على قيتاش كيعطي واحد الريحه ديال الدار، اون بليس الدور كيكونوا باردين راه يضربني البرد الا تروحت. قلت لكم البخور في راه كنحبس معكم البرد حيت كيجي العطسه، راني في الروح المهم اليا ياك التصيلتك نجمع عطيتك في الزلافه، وي لا باقي عطيتك شي حاجه تاكلها عكر، يا زيد نعس يا زيد نعس. قلت لكم نمشي دابا نجمع داكشي، غمص يلا غمص كنت فيه غمص، سينو جوين فاشي يلا غمص غمص، اجي جو فيون فيل ديسانيمي جو فيون فيل ديسانيمي، يلا غمص غمص كنت فيه غمص. قلت لكم كيكون زوين في البرد، غنبخر الدار كل هذا من زداد بخيره، حتى الزرابي الزرابي كنحيدو ونديرو، كيعذبني هاد اليان بالبيكالا ديالو حيت ما عنديش زربيه وحده، دابا باقي ما درتش زربيه وحده، زربيه وحده راه كتبغي الثمن، كندير ديك الزربيه ونحيدها نديرهم نحيدهم مع هي البيكالا ديالو كيعذبني بهم. المهم الدار داخله يمشي مشى ونبخر هاد العجب المتعجب، واخا هو راه ما يخليك حتى شي حاجه، راه عطيتو الكاكي ياكلو من بعد ما تغدى، غديتو عطيتو الكاكي ودابا راه كيرول ليا الدنيا، شتي ندخلو ينعس باش نجلس نتكونسونطر مع راسي مع هاد الرواح اللي فقسني، ما شكيت عليكم بعدا ما شكيت عليكم بهاد الرواح. اجو ندير نبخر شويه تاع الكوزينه تاهي مسكينه، ندوز عليها بواحد الطبخيره ويلي ويلي ويلي، الله يربي العالي الله الله
الله شحال زين هذا البخور زوين. كتحسي بالدار سخونه، كتحسي بالدار دافيه مغربيه زعما، كاينين الناس كاينه الحياه كاينه. نسيت زيد شويه على البخور حيت سالا ليا. ليليان جلس من اللي بيتي زائليان، الله يهديك الله يهديك ايليان. جلس على الخانس على الخلا باش نعسو دابا، كتعذبني الا ما نعستو غيبقى معذبني كي هكا. عجيب عجيب الدريري، خاصني نعسو مابقاش معذبني انايا. واجلس انا نجمع هو يشتت، انا كنجمع هو يشتت ليا. داري ليه ديساني مي شويه يلاه باش يعطيني الثقه. المهم هاتوما الشميسه راه كاينه زويونه تبارك الله. دي 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 بونجور تاتاتي، دي 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 بارل افيك تاتاتي، بارل بارل. نحطو هنايا في بلاصتي دابا، نمشي نمشي نعس البنات حيت راه عيق عليا. نمشي نعس وحده عندبني. كوم سي تي تري باي جو تو دون جاتو يلا في دودو ماتنو سي لور دو دورمير. الفو دورمير الفو دورمير ماتنو ايليا الفو دورمير. Dou 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 dou, il fait froid, il faut dormir. Mais gâteau, c'est pas maintenant d'or du gâteau. Tu viens de manger. Gâteau, je te donne quand. Écoute, écoute maman, il faut que tu te réveilles. Tu m'écoutes? Alors écoute-moi, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Rien d'autre, rien d'autre. Fais je fais comme une âne, regarde tes gâteaux. Ça fait? Il a des dodo. Oh, d'ailleurs, même la même histoire. Fais je fais comme une âne, regarde tes gâteaux. Le moins, le bas, le نسيت شكيت نحشي. جيت انا قلت نشم شويه نتصنط العضايا تسدت الروح ديالي. تعرفوا هاد الروح انايا ما عرفتش شحال البنات كنت ما بيا ما عليا الصباح واحد شي غير كبني الروح. واش حيت ايليان مروح لصقوا فيا ما عرفتش كيفاش، مي دغيت تقلب تغلب عندي الجوش وعينيا تسد. ها هو الثاني غيبداو دوك التعاليق غير مشى راجلك وبديتي تمرضي راجلي ما كيفهمش العربيه، راجلي ما كيفهمش العناوين اصلا. الروح انا راه ديما كنتروح بزاف. انا واش انا ما عرفتش واش البرد اللي ضربني دابا ولا ايليا اللي لصق فيها الروح ولا داك المشكله ديال الوقيته ديال الربيع ولا الوقيته ديال فاش كيبداو الشجر كيديروا داك الورد ديالهم ما عرفتش. مي انا شي حاجه كنعطس من الصباح وانا كنعطس هاد التسيمه تشتي ما حبستش فاش ما حبس. دابا كنهضر بغيت ندير لي جمله مفيده بلا ما مشكيت عليكم، ولكن هاد الوقيته ردوا منها بزاف البال راه غادي تمرضوا والله العظيم بيلي ماشكي قرقب. ردوا هاد الوقيته بزاف منها البال حيت راه تقدروا تمرضوا فيها في اي وقيته تقدروا تمرضوا. واللي ما الا مرضت انا ما خصنيش نمرض، انا فاش ما يكون انا ما خصني نمرض. مازال كان انا كنمرض نمشي نتكا نعس، مي ما كاينش انا ما كاين اللي يدير ليا والو. خاصني نقاد دابا كما قلت لكم غديت ايليان ودابا خاصني نمشي شي نجمع دوك الماعن اللي غديتو فيهم ونوض باقي باش ندير الكوتي ونوض نشوف شي حاجه في الزردة اللي غادي نقادها. نوض ندير الصابون، خاصني نشر شي حوايج الحوايج تاع نشر، خاصني نشير الحوايج عاوتاني حيت راه كنصبن ونجيبو خاصهم يتناوش. لا هاد الوقيته فاش كينعس ايليان خاصني نتني فيها الحوايج حيت هو كيبدا انا كنتني. فاش كنعود كيكون فايق كنعود انا كنتني هو كيخربق ليا، لذاك وليت كنتني الحوايج الوقيته اللي كيكون نعس فيها اولا في الليل بغينا ننعسو باش ما يعذبنيش حيت انا كنبقى نتني فيهم وكيخربق فيهم. يلا نحبس معكم البنات الفيديو هنا ونقول لكم على الله. المهم انا كليت الدواء ولكن الدواء بان ليا ما دار ليا شي، انا عاود نكمل الدواء باقي. نقول لكم كرو بيتو تهلاو في راسكم وحتى غدا ان شاء الله ندير لكم ان شاء الله فيديو عليكم. تهلاو في راسكم البنات حتى الفيديو الجاي.